معركة الجزائر، تلك المواجهة التي أصبحت أسطورية بين مظليي جيش الاحتلال الفرنسي والمجاهدين الجزائريين، معركة كانت الملهم الذي لم تستغن عنها كافة حركات التحرر في العقود الأخيرة. وبعد مرور 50 سنة على معركة الجزائر العاصمة، ربما يكون من المناسب إلقاء نظرة ثاقبة تحمل وجهات نظر متناقضة على تلك الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ. الجزائر سنة 56، الحرب مستمرة في الجبال، لم تكن تسمى حرباً بل إصرار وعناد فرنسي على وصفها بأنها مجرد عملية لحفظ النظام. وفي ساحات الوغى كان مجاهدو جيش التحرير الوطني قليلي العدد والعدة، محاصرين مطاردين من جيش الاحتلال الفرنسي، بينما أخذ القمع الرهيب من السكان المدنيين الجزائريين كل مأخذ، انتقاماً من عمليات جبهة التحرير الوطني. وشمل ذلك عمليات تطويق فرنسية مكثفة لاعتقال الفلاحين الذين يشتبه في أنهم يساعدون المجاهدين الجزائريين. الواقع هو أن قسماً كبيراً من الجزائريين كان متردداً في الانضمام إلى الثورة، فالفلاحون الذين وجدوا أنفسهم بين مطرقة جيش الاحتلال وسندان جبهة التحرير كان طموحهم إلى السلام أكبر من طموحهم إلى الاستقلال. كانت كلمة الاستقلال آنذاك مجرد كلمة مجردة في أذهانهم. أضف إلى ذلك وجود تيارات تصطرع داخل جبهة التحرير الوطني. كان التيار المتدين مثلاً يعاقب بشدة الذين يخالفون تعاليم القرآن بجذع أنوف المدخنين أو شاربي الخمر والإعدام لمن يعاشر النساء الساقطات. لكن تجاوزات القمع العسكري الفرنسي المدعوم من المتطرفين الأوروبيين من أعضاء منظمة اليد الحمراء التي كانت تدعي أن الجزائر فرنسية، تلك التجاوزات هي التي نقلت قلوب الجزائريين إلى معسكر جبهة التحرير. فتضاعف عدد المجاهدين 500 الذين فجروا ثورة أول نوفمبر ليصل إلى الآلاف من الرجال. وطرقت الثورة أبواب الجزائر العاصمة، ففي 16 من مارس سنة 56 أحرق مخزن في العاصمة، وكان لذلك وقع الصاعقة على المستعمرين الأوروبيين الذين أحسوا بعدم الأمان، بينما عم الغموض الذي زاد منه التصريحات المترددة لحكومة وسط اليسار التي كان يقودها جي موليه. لن تسمح فرنسا أبداً للجزائريين من أصل أوروبي أن يستغلوا المزايا الاقتصادية التي يتمتعون بها لاستغلال المسلمين الجزائريين، كما أنها لن تقبل أن يستغل المسلمون تفوقهم العددي لفرض الوصاية على الأقلية الأوروبية أو دفعها إلى الرحيل. فرنسا لن تتخلى أبداً عن الجزائر. وفي مطلع شهر أغسطس 56 جمع مؤتمر الصومام القادة التاريخيين الذين فجروا الثورة الجزائرية، وقرروا كذلك نقل الحرب إلى قلب العاصمة الجزائرية، وذلك باستحداث منطقة عسكرية تشمل العاصمة إضافة إلى النواحي العسكرية الأخرى، وهي الجزائر الكبرى، وهران، قسنطينة والأوراس. أسندت قيادة المنطقة المستقلة إلى العرب بن مهيدي منظر حرب العصابات، وياسف سعدي قائد جهاز العمليات وأحد أبناء حي القصبة في العاصمة الجزائرية. كان من بين قيادة الثورة الجزائرية من لا يريد ترك العاصمة مدينة وادعة تكتفي بتزويد الثورة بالمؤن مثل ما كان سايغون في فيتنام. كان يجب القيام بالعمليات هنا في المدينة لسبب بسيط، هو أن إطلاق مفرقعة واحدة في المدينة يساوي من حيث المفعول نصب كمين في الجبال. فالسفراء والإدارة كلهم في العاصمة الجزائرية التي لا يخفى فيها شيء. وبالفعل تناهى إلى أسماع الأوروبيين مناصري فكرة الجزائر الفرنسية ما كان يخطط له ياسف سعدي. فاستبق متطرفو منظمة اليد الحمراء الأمر بتنفيذ عملية مرعبة في شارع تيباس في أعالي القصبة.
الحصيلة 16 قتيلا جزائريا وعشرات الجرحى منهم العديد من الأطفال. انتفض الناس كلهم في حي القصبة للانقضاض على الجزء الأوروبي من الجزائر العاصمة للانتقام ولو باستخدام قبضات الأيدي والعصي وبأي شيء متوفر لديهم، وكان ذلك في الحقيقة لا يثلج صدورنا، لأنه إذا انقضت الجماهير على المدينة الأوروبية فستحدث مصادمات بسبب تدخل الجيش والشرطة المكلفين أصلا بحماية الأقدام السوداء، وكان سيسقط عدد كبير من القتلى. إذن حاولنا إيقافهم قائلين لهم ادخلوا مساكنكم لأن جبهة التحرير الوطني هي التي ستنتقم لكم، وذلك وعد منها بذلك. ولكي تطمئن جبهة التحرير السكان الجزائريين لا سيما في القصبة بأنها تستطيع الثأر لشهدائهم، قرر العرب بن المهدي وياسف سعدي تدبير سلسلة تفجيرات بالقنابل في الأحياء الأوروبية بالعاصمة. كان لزاما علينا الوفاء بوعدنا، حددنا التاريخ، وفي 30 من سبتمبر حدثت نفسي قائلا يجب أن لا يتأخر الأمر، يجب أن ننفذ عملياتنا ما بين 10 من أغسطس وشهر سبتمبر، وبناء على ذلك التفكير شكلنا فرقنا. كان علينا الاهتمام بالجميع، ولأن علي لابوان كان في مدرسة جبهة التحرير خلال سجنه فإنه أقسم بأنه سيلتزم بقضية بلادي، وبذلك أصبح أحد أبطال حرب العصابات في القصبة. وكان هناك أيضا الشهيد الشاب طالب عبد الرحمن، كان طالبا في الكيمياء تكفل بإعداد القنابل. كنا نحتاج إلى كيميائيين، فأشير علينا باسم طالب عبد الرحمن الذي كان يحمل السلاح في الجبال. صهري هو الذي ذكره عندي، استخدمناه وشرحنا له كل شيء، فرد مباشرة: أنا متطوع، أنا مع بلدي، لكن لدي أسئلة أريد أن أطرحها. كان نزيها، أليس كذلك؟ سألني: ألن نؤذي مدنيين بعملنا؟ فأجبت: لا أدري. فقال: إذا كان عملنا ضد العسكريين فأنا. المهم فهمت أنه كان مستعدا في قرارة نفسه لصنع تلك القنبلة لاستهداف العسكريين، لكن لماذا تعريض المدنيين للخطر وفق رأيه؟ كان ذلك هو تساؤل الشهيد طالب عبد الرحمن، ورغم ذلك كله فإنه قبل طلبنا في نهاية المطاف. ثم جند ياسف سعدي مجموعة من الفتيات أغلبهن طالبات جامعيات مسيسات ومناصرات للقضية، منهن جميلة بحيرة وجميلة أبو عزة وزهر ظريف ودانيال مين، كن جميلات ويوحي مظهرهن بأنهن أوروبيات وعملن كضباط اتصال وزارعات قنابل. كانت توجد عدة اتجاهات في المنطقة المستقلة ذاتيا بالعاصمة، كانت توجد مجموعات تحاول تنفيذ عمليات تحدث صدى كبيرا من دون إيذاء المدنيين، وكانت هناك مجموعات ترى أنه إذا لم يسقط ضحايا مدنيون فلن يحدث الأثر المرجو. بعض الشيوعيين من أصل أوروبي لم يتفهموا كيف يمكن زرع قنبلة في أي مكان أو تنفيذ عملية كيفما اتفق. أنا شخصيا أوافقهم الرأي، لكنني أتفهم ما كان يحدث. وقع تفجيران بالقنابل في 30 من سبتمبر عند الساعة 6 في مقاهي راقية هما الميلك بار والكافيتيريا، أذهلت الأوساط الأوروبية.